الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 26 درجة مئوية الملموس، أيضا 26، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا تبوك غبار خفيف 39 إلى 25، عرعر طقس صافي 38 إلى 26، أوساكا أتربة مثارة 38 إلى 25. المنطقة الغربية مدينة جدة تسجل ارتفاع كبير ومحسوس على درجات الحرارة، وبالتالي يسود طقس شديد الحرارة في مدينة جدة يوم غد مع 47 درجة مئوية، أما الصغرى تسجل 29 درجة مئوية. المدينة المنورة 43 إلى 31، مكة المكرمة أيضا طقس شديد الحرارة 47 إلى 34، والطائف 33 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 31 إلى 24، أبها 31 إلى 22، وجازان 34 إلى 22. المنطقة الشرقية النشاط واضح في سرعة رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار، الدمام أتربة مثارة 42 إلى 29، حفر الباطن أتربة مثارة 41 إلى 28، والإحساء أتربة مثارة 43 إلى 28. المنطقة الوسطى أيضا تتأثر برياح البوارح النشطة، وبالتالي أتربة مثارة في العاصمة الرياض 40 إلى 27، بريدة 41 إلى 25، وحائل 35 إلى 25. إلى اللقاء.